وربما يستعد لدخول إلى أرضية الملعب، بل يدخل إلى أرضية الملعب اللاعب عماد محمد في تشكيلة المدرب زيكو مع المنتخب العراقي والمنتخب الأردني، نفس الأسماء ونفس اللاعبين اللي قدموا المستوى الكبير في شوط المباراة الأول، الآن يدخلون شوط المباراة الثاني بنفس الأسماء بنفس اللاعبين. حسن محمد إلى يونس، يلعب كرة الآن أمامية إلى عماد، عماد يتقدم، عماد عماد، ولكن عامر شفيع، عامر شفيع يسجل هدف جمعة ويضيع يضيع يضيع، هدف محقق، واللي يبعد الكرة الماضية، كرة ملعوبة بالكعب إلى عامر ذيب داخل منطقة الجزاء، ملعوبة بالراس، الله الله إلى عبد الله الذيب، عبد الله يتقدم، الله الله يا النشامة، الله يا الأردن، الأردن تتقدم بأولى الأهداف، والبرازيل ربما تنتظر الأردن، الأردن تتقدم والأردن توجه إنذار شديد اللهجة بأولى الأهداف في شوط المباراة الثاني وبثاني الأهداف في هذه المباراة، ونشام الأردن يتقدمون، وعامر ذيب ومن يصنع، وعبد الله ذيب بالرأس، وبعد ذلك تعود له، وعبد الله ذيب يتلاعب ويسدد، والمنتخب الأردني يتقدم، نشام الأردن وأصبحت الأمور صعبة بعض الشيء على المنتخب العراقي، وتسديده، لكن عامر شفيع بامتياز، حارس المرمى الممتاز عامر شفيع يتصدى للكرة الماضية، بل يتألق في الكرة وفي اللقطة الماضية، حارس مستويات الكبيرة، دائما ما يمتع، دائما ما يسعد جماهيره وعشاقه، دائما ما يكون هو الأمين الإسماعيلي، لكن شوفونا عامر ذيب هو اللي انطلق، هو اللي مر، هو اللي تقدم، عرضية كانت جميلة بالمسطرة والقلم إلى النجم الكبير عبد الله الذيب، ولعبها بالراس، تصدى لحارس المرمى محمد قاصد، لكن عاد مرة أخرى وتلاعب بالمدافع وسجل أولى أهدافه في هذه المباراة وثاني أهداف المنتخب الأردن. وكما توقع الكباتن وكما ذكر أيضا الزميل حمد جاسم بأن المباراة فيها أهداف، وبالفعل وكرة وتسديدة داخل منطقة الجزاء، تسديدة موجودة، يا له من استبسال، يا له من استبسال من قبل دفاعات المنتخب الأردني. قصي يمرر كرة أمامية ولكنها بتتخلص وتبعد الكرة الماضية، عادت مرة أخرى إلى كرارة، وهذا سمال، سمال يسدد، ولكن كرة تعلو العارضة، فيها ضربة مرمى لمصلحة عامر شفيع، عامر شفيع الجمهور الأردني دائما ما يرسل. الآن موجودة نشأة أكرم ويونس محمود، هل يفعل المنتخب العراقي ويقلص الفارق، لكن الكرة تصطد، وبعد ذلك تعلو العارضة، فيها ضربة مرمى، الكرة الماضية اصطدت بالعارضة، وكاد المنتخب العراقي بأن يسجل أولى أهدافه في هذه المباراة. نجت أكرم يترك أرضية الملعب، نجت أكرم يترك أرضية الملعب، لكن شوف شوف العارضة الموجودة في الكرة وفي اللقطة الماضية واللي تتصدى عن عامر شفيع. صي منير في وسط الملعب يلعب كرة الآن إلى اللاعب سامان، سامان الآن أمامية بالرأس، تتهيأ إلى كرار، ولكن حارس المرمى ممتاز، حارس المرمى ممتاز، وبعد ذلك تأتي أيضا الراية والتسلل، راية وتسلل على علاء الزهراء المؤهل لبطولة المكسيك، وشاءت الصدفة إلى أن يكون بجانب قطر، وحسن يتلاعب، الله يا حسن، لكن الكرة مرت، فيها ضربة مرمى، فيها ضربة مرمى، حسن عبد الفتاح تلاعب بشكل جميل وحاول أنه يجرب ويسدد، شوف المرور والتقدم بشكل ولا أروع، بعد ذلك تسديدته تعلو العارضة، فيها فقط حقق المنتخب الأردني على ملعبه، لذلك المنتخب الأردني إن تمكن من الانتصار في هذه المباراة راح يسجل اللاعبون أسماهم بأحرف من ذهب، وراح يكون هذا هو الانتصار الأول من هذا اللقاء. برافو لهذا المدرب الكبير، كلمات جميلة، كلمات رائعة، وكرة ملعوبة لكنها تعلو العارضة، تعلو العارضة، المنتخب الأردني سجل هدفين
ولكن المنتخب العراقي أهدر فرص عديدة جدا، أهدر فرص عديدة جدا المنتخب العراقي في شوط المباراة الثاني، وكذلك أيضا في شوط باستدعاء هذا اللاعب محمود شلباية، وشلباية يعود والكرة موجودة والتسديدة حاضرة، لكن دفاعات ممتازة، دفاعات ممتازة من قبل المنتخب العراق الأردني. كرة ملعوبة الآن إلى شادي بوهشش، شادي يبحث عن زميل، الكرة بتتخلص وبتعود إلى عماد، عماد في وسط الملعب يلعب كرة الآن أمامية، ولكن طالت الكرة، فيها ضربة مرمى، فيها ضربة مرمى، لكن شوف الكرة، شوف المحاولة، فرص سهلة، فرص سهلة أهدرها لاعبو المنتخب العراقي، اللاعب الكبير واللاعب المتميز. وقت محتسب بدل ضايع من زمن هذه المباراة، والكرة الآن موجودة ليونس محمود، يتقدم ويجرب، ولكن الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى. يبحثون عن تسجيل هدف، يقلصون من خلالها الفارق، 12 دقيقة وقت محتسب بدل ضايع، والكرة الآن ملعوبة ولكن السهلة وصلت عند حارس المرمى. حسن عبد الفتاح اللي سجل رباعية في مرمى نيبال في الدور الثاني، كانت أحلامه عن الزارة الأولى في الوقت المحتسب بدل الضايع، ولو سجلوا هدف وقلصوا الفارق ربما يملكون الوقت لتسجيل هدف التعادل. كرة ملعوبة لكنها طالت ومرت من أمام الجميع، فيها ضربة مرمى، فيها ضربة مرمى. زيكو في حيرة من أمر هذا المدرب، لاعبوه يهدرون الفرص العديدة في هذه المباراة، وهو ذكر بأن لاعبوه أسود الرافدين في كامل جاهزيتهم الفنية للثواني القادمة، ربما راح يطلق صافرته هذا الحكم اللي واضح أمامك على الشاشة. كرة بتعود الآن أمامية، أمجد راضي يحاول يتقدم، شادي بوهشش يلعب كرة أمامية، وصافرة النهاية سيداتي أنساتي سادتي تأتي الآن من قبل حكم اللقاء، الحكم نواف شكر الله، الحكم البحريني يعلن عن الانتصار للمنتخب الأردني.